مرحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة، أبدأها معكم بأهم العناوين. السيسي يعطي إشارة البدء في تنفيذ مشروع المركز اللوجستي العالمي للحبوب بتكلفة 13.1 مليار، ويفوض محلب باختصاصات الطوارئ. حركة فتح تعلن عن اتصالات مع القاهرة لتحديد موعد آخر لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين فلسطين وإسرائيل. حبس 3 سنوات على 23 ناشطا في أحداث العنف بالاتحادية، والسجن 5 سنوات ل17 إخوانيا في أحداث الشغب بالمرغني. أهلا بكم مشاهدينا. من العناوين للتفاصيل، أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إشارة البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية، وذلك في مشروع إنشاء المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية الذي عرض عليه من قبل الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقائه معه اليوم في تنفيذ مشروع المركز اللوجستي العالمي للحبوب والسلع الغذائية. قال الوزير إن المشروع سيكون مقره في محافظة دمياط، ويهدف إلى تحويل مصر لمحور لوجستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجستية، وأن المشروع تبلغ مساحته حوالي 3,350,000 متر مربع، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية حوالي 13.1 مليار جنيه. قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتفويض المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ، وذلك نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء. قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة مصابي حادث تفجير كمين الجيش في كرم القواديس بالشيخ زويد، وذلك بمستشفى المعادي العسكري للاطمئنان على حالتهم الصحية. أكد محلب أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تزيد مصر بشعبها وجيشها إلا إصرارا على تطهير سيناء من البؤر الإرهابية لإعادة الأمن والاستقرار في سيناء. في نفس السياق، قام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى النقاط الأمنية بشمال سيناء، وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية والرعاية الطبية المقدمة لهم. أعرب وزير الدفاع عن تقديره لإعطاء رجال القوات المسلحة وتضحياتهم من أجل محاربة الإرهاب والتصدي لأعداء مصر، مؤكداً أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة القوات المسلحة وإصرارها. قال مصدر عسكري إن 20 عنصر فلسطيني مسلح بينتمون لكتائب القسام والسلفية الجهادية بغزة تسللت عبر الأنفاق قبل حادث تفجير نقطة كرم القواديس العسكرية جنوب الشيخ زويد، ونقلت معها كميات كبيرة من المتفجرات وقذائف الـRPG والهاون. أضاف المصدر للحياة الآن أنه تم تجهيز سيارة مفخخة بحوالي 2 طن بالمتفجرات بيقودها انتحاري. بدأت السيارة المفخخة بالدخول على الكمين أثناء موعد تبديل الخدمات، وذلك وفقا لرصد ومراقبة مسبقة من أعضاء التنظيم. أكد أن الانتحاري حال دخوله لنقطة القواديس قام بتفجير السيارة بهدف إحداث ارتباك وخلل لدى القوات المتواجدة بسبب شدة الانفجار، حيث تزامن مع التفجير اختباء قرابة 50 عنصر من أنصار بيت المقدس حاملين معهم مدافع الـRPG وهاجموا بعدها الكمين. أدان رؤساء تحرير الصحف الحادث الإرهابي الذي وقع أول أمس بشمال سيناء، مؤكدين رفضهم لأي تشكيك في دور مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب. أكد رؤساء التحرير في بيان صدر بعد انتهاء اجتماعهم بمقر الوفد أنه يجب على الجميع أن يتدارك أوضاع الصحافة المصرية ودورها في مواجهة الإرهاب، حيث أدان البيان العمليات الإرهابية التي يقودها تنظيم الإخوان، مؤكدين دعمهم لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الإرهاب وثقتهم في مؤسسات الدولة على مواجهة هذا الإرهاب. أكد رؤساء تحرير الصحف التزامهم بالتوقف عن نشر البيانات التي تدعو للتحريض ضد مؤسسات الدولة والتنسيق بين كافة الصحف وتحديد الإجراءات الكفيلة لمواجهة تلك المخططات الإرهابية. شنت القوات المسلحة بشمال سيناء صباح اليوم حملة برية موسعة ضد معاقل الجماعات التكفيرية باستخدام أعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات لمداهمة بؤر إرهابية بأماكن متفرقة جنوب الشيخ زويد وجنوب العريش، وذلك ضمن خطة
حملة الثأر العسكرية للقوات المسلحة والتي تمتد لفترات طويلة وتتنوع فيها الضربات العسكرية ما بين ضربات جوية وضربات برية. فيما شنت القوات المسلحة أمس وأول أمس حملتين جويتين بطائرات الأباتشي أسقطت خلالهما ما لا يقل عن 13 قتيلا من العناصر التكفيرية. قامت السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة وذلك لليوم الثاني على التوالي لدواعٍ أمنية بسبب الأحداث الأمنية في سيناء. كانت السلطات المصرية قد أغلقت المعبر أمس عقب الهجوم على حاجز أمني بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد والذي أسفر عن استشهاد 32 ضابطا ومجندا وإصابة 29 آخرين، فيما قالت مصادر عسكرية إن المعبر مغلق لأجل غير مسمى. قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني إن مصر بتجري حاليا مشاورات واتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل تحديد موعد آخر جديد لاستئناف المفاوضات بين الجانبين بدلا من الموعد الذي كان مقررا غدا والذي تم تأجيله نظرا للظروف الأمنية في شمال سيناء وإغلاق معبر رفح. وأضاف أنه بالرغم من وصول بعض أعضاء الوفد إلا أنه طلب من باقي أعضاء الوفد تأجيل وصولهم إلى القاهرة لموعد آخر سيتم تحديده في ضوء ما سيتم الاتفاق عليه خلال ساعات مع الجانب المصري. توجه السفير سامح شكري وزير الخارجية إلى لندن صباح اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع نظيره البريطاني تتركز حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين ومن بينها ظاهرة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهتها. قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزير سوف يجري خلال الزيارة عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين البريطانيين على رأسهم المبعوث البريطاني إلى ليبيا ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط. أكد الدكتور جمال عصمت نائب رئيس جامعة القاهرة إن الأمور في الجامعة منتظمة وتسير بصورة طبيعية، كما أن المحاضرات أيضا تسير بشكل منتظم ولا يوجد ما يعكر صفوها. نفى نائب رئيس جامعة القاهرة خلال تصريحاته للحياة الآن ما تردد عن العثور على قنبلة عند البوابة الرئيسية للجامعة، مؤكدا أن عملية الدخول والخروج للجامعة تسير بصورة طبيعية. إلى جامعة عين شمس والتي شهدت أيضا هدوءا تاما وسط توافد الطلاب وانتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة في ظل تواجد أمني مكثف من قبل أفراد الأمن الإداري وشركة الأمن الخاصة على بوابات الجامعة، وذلك وسط إجراءات مشددة على البوابات للتحقق من شخصية الطلاب وتفتيش الحقائب. حرص أفراد الأمن على تفتيش السيارات وذلك قبل دخولها إلى الحرم الرئيسي للجامعة في إطار الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الجامعة. أما في جامعة الأزهر قرر الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر فصل أي طالب يثبت تورطه في المشاركة بمظاهرات خارج الجامعة مع استمرار تطبيق القرار الخاص بفصل أي طالب يحرض على التظاهر والشغب داخل الحرم الجامعي. كما طالب رئيس جامعة الأزهر في بيان له اليوم طلاب الجامعة الالتزام بتحصيل الدروس وحضور المحاضرات وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المشاركة في أي تظاهر يضر بالدولة، مشيرا إلى أن من يثبت تورطه في ذلك فإنه سيتعرض للفصل من الجامعة. قضت محكمة جناح مصر الجديدة بالحبس 5 سنوات وغرامة 50,000 جنيه على 17 متهما من تنظيم الإخوان الإرهابي في وقائع أحداث العنف والشغب بشارع المرغني بمنطقة مصر الجديدة أثناء الاستفتاء على الدستور. أسندت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون وتهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وحيازة أسلحة نارية وخرطوش وإحراق نقطة روكسي والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات. كما قضت محكمة جناح مصر الجديدة اليوم بمعاقبة 23 متهما من بينهم سناء سيف عبد الفتاح شقيقة علاء عبد الفتاح بالحبس 3 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة وتغريمهم مبلغ 10,000 جنيه في أحداث العنف والشغب بمحيط قصر الاتحادية. وجهت النيابة للمتهمين اتهامات خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن. قامت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بضبط 30 قطعة من الحلي والمشغولات الذهبية حيث بلغت قيمة التقديرية لهذه القطع حوالي 200 مليون جنيه.
أكدت التحريات أن المشغولات الذهبية تنسب إلى أسرة محمد علي باشا ومملوكة لإحدى السيدات، وإنها مرهونة رهنا حيازيا بأحد البنوك في القاهرة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومصادرة المضبوطات وتشكيل لجنة بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لمعاينة المجوهرات والمشغولات الذهبية المودعة بالبنك لبيان أثريتها والحقبة التاريخية لها. وأخيرا مع أخبار البورصة، حيث أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم في أولى جلسات الأسبوع على تراجع جماعي بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، في حين اتجهت تعاملات الأجانب والعرب إلى الشراء فقد رأس المال السوقي نحو 688 مليون جنيه، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 على تراجع بنسبة 25%. هبط مؤشر الشركات الأوسع نطاقا EGX 100 بنسبة 74%. حالا مستمرة معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، بستقبل اللواء محمود زاهر الخبير الأمني والاستراتيجي للحديث حول تداعيات الحادث الإرهابي في سيناء والإجراءات التي اتخذتها الدولة وسوف تتخذها. بعد الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدين، مستمرين مع حضراتكم في نقاش بشأن تداعيات الحادث الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء واللي راح ضحيته أبطال مصريين وأصيب أيضا أبطال مصريين. ضيفي وشرفنا في استوديو الحياة الآن سيادة اللواء محمود زاهر الخبير العسكري والاستراتيجي. برحب بحضرتك معنا سيادة اللواء. أهلا بك يا أستاذ شريف، أهلا بحضرتك. سيادة اللواء، يعني عقب هذا الحادث الإرهابي استمعنا إلى كلمة الرئيس السيسي، وإلى أيضا تابعنا البيان اللي صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سمعنا مجموعة من النقاط المهمة: إجلاء من منطقة، قضاء عسكري، جدار عازل، حظر تجوال، بالإضافة لعملية عسكرية واسعة. عايز أسمع من حضرتك توصيف دقيق للمشهد اللي احنا بنمر بيه حاليا، وما مدى يعني التأثير السلبي اللي ممكن نكون تعرضنا ليه، وكيف يمكن لنا أن نراعي عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى. طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وتحياتنا ليك يا أستاذ شريف، تحية حقيقية وحضرتك تعلمها. عايزني أتحدث في 3-4 نقاط ولا أضيف نقطة مهمة؟ لا أضيف طبعا يا فندم. طيب خلينا نقول إحنا النهاردة فين يا أستاذ شريف، عشان بس نبقى فاهمين كويس قوي. أما نيجي نقول إحنا في حرب وحرب تواجد، الناس ممكن البعض يعتقد ان احنا بنضخم في الامر او بناتي باسباب حتى نجعل الامر له هيبته وله كمان حججه وله اننا مهارب. هذه كلام، خاصه ان جوانا ناس قلوبهم مريضه. حضرتك ببساطه شديد، حضرتك كمصر قمت ببعض الاعمال اللي جعلت الاستراتيجيه الدوليه بالرياده الامريكيه من سنه 1945 تدشدش. نعم. وألفوا موضوع داعش عسى أن يستردوا شيء، بتحديد أن حضرتك كمصر لابد تكون موجود. نعم. ما حصلش. في نفس التوقيت ماشي بفضل من ربنا، ويا رب يتمموا وهيتمموا بإذن الله اقتصاديا، قناة السويس، زراعة، عمل سياسي دولي، نشاط سياسي داخلي، مستحققات أو مستحقات بتتم. تمام. في النهايه بتقول انا راجل قوي ومصنف على العالم، وادي بدر 2014 وعندي سلاح واحد دخله 12 معده على احدث ما يمكن، وانا قوه ردع امن قومي عربي. مش امن قومي بس، مش مصري بس، وده له معنى. الله، يبقى انت المحور الاولاني تابع لاسرائيل كاستراتيجيه بتهده، المحور ان انا سيطر على المنطقة وعلى كل ثرواتها بما فيها المواقع الحاكمة، ومصر اولها، بتهده ان انا اقسم المقسم واسيطر بقى واقعد ونستذل ونستعبد، بيتهد. لما ارجع لتاريخ مصر دي، لا ده هي قادرة على كده الاف السنين، وبالعصر الحديث وبالمواقف، واللي اخرها شعب بيدفع 64 مليار دولار جنيه في 8 ايام تحصلش، شعب قام في 30 يونيو بما لا يحدث. أحداث ضخمة جدا بقولها باختصار. صحيح، فهو معمل عملية من هذا النوع، عملية إرهابية الغرض منها تدمير الأسطورة
إيقاف محاولة النجاح ولو بشكل مؤقت، من ناحية تانية أثر على المعنويات. أهم نقطة، بخربش المعنويات، بدي طاقة للمريض اللي جوايا أنه يتكلم ويطلع إشاعاته، بعمل عملية إرباك وضغط شعبي بهذه الإشاعات على صاحب القرار، لأن دول هو راعي ومسؤول عن رعيته، والناس أحسسها ذات مكانة وذات احترام وذات تقديس، خاصة حينما يصل الأمر أن يبقى المسألة فيها شهداء. فهنا ده نوع من الضغط. كمان أن أنا أبقى ماشي وصلت لمستوى أمني رفيع جدا وعبرت عنه وأجي أتضرب، يبقى هناك فرصة لمن يشكك. إذن ده ضغط على صاحب القرار. ولكن تعلمنا في المؤسسة العسكرية علام ثابت زي الجذور اللي بتنزل في الأرض ما تطلعش، لا تاخد قرار وانت غضبان، ولا تاخد قرار تحت ضغط، ولا تاخد قرار رد فعل فقط. لا، خريطتك قدامك، معلوماتك قدامك، المعلومة الإضافية تركبها على الخريطة بحكمة شديدة، بحكمة شديدة. ده هيدخلنا في حتة تانية في المحاور اللي حضرتك طرحتها. يبقى أنا عندي الأسباب النهاردة اللي بتقول كونية الحرب اللي قدامي، لا، اللي قدامي وصل ان عنده عزم انه حدد ينا ينت، لان انا موقف له مصالحه، اطماعه، كل ما يستهدف اليه من بغي وعدوان وقفته له، فاصبح المسألة من وجهة نظره يا هو ينا، ما فيش مشاركة، ما فيش تعاون، ما فيش كوبريشن، كل القصة اللي بنسمعها عالميا دي، لا، ده ظاهر سياسي. طيب، أنا اللي حضرتك شعور ناس كتير في الشارع، يعني من اللي قابلناهم والتقينا بيهم، المسألة ما أحبطتهمش معنويا قد ما استفزتهم، بالعكس، ما يضربوهم بقى، ما يبيدوهم بقى، ساكتين ليه عليهم كده، يعني هو ده اللي بيتقال بالطريقة البسيطة. يكرمك ربنا. والله يا شريف، والله يا أستاذ شريف، لا العفو يا فندم. هقول لحضرتك، الشعب ده فيه سمات احنا نفسنا كل يوم بنقعد ندرس فيها عشان نفهمها. كل ما تضربه عناده بصلابته بقوته بنسيجه يقوى ويبدع لك ما لا يبدعه مخلوق على الارض. وده جاي من ايه؟ مقام كريم ذات كنوز وعيون من القرآن. جاي من ايه؟ من نسب الانبياء. خد بال حضرتك بقول ايه، نسب الانبياء ليك كمصر. اما اجي اقول بقى نسب ليهم شيء يشرف، إنما أقول نسبهم ليا ده شيء لازم يحتسب. لما أقول إن رب العالمين سبحانه وتعالى المكان والأرض والحيثية الوحيدة اللي تجلى بكلامه تكليما عليها، عايز تقول إن المكان ده يبقى مش متفرد ومتميز وطبيعة شعبه طبيعة خالصة. اللي حضرتك قلته صح، اللي حضرتك قلته مظبوط، تطعيم، تحدي، ازعل، اغضب، انما انا واقف زي صلب، وده بيكسر اللي قدامي، وده بيحتسب. ولكن في نفس التوقيت حضرتك كقياده ورب بيت ورب اسره، وخاصه انك بتحتسب الله وقلبك سليم وعايز فعلا تأدي للبلد، بتتاثر. دمعه ابنك بتاثر. صحيح. فيك. بتاثر. فيك. صحيح. نيجي للمحور الاساسي اللي ربما يكون اسمي موجود فيه. الإجلاء سمي بأنه إجلاء طوعي مؤقت، ده كمان سمي تسمية كانت قاسمة. يعني أنا أولا بأؤكد كل احترامي لمن قال وأبدأ رأيه في هذا الأمر، وإن كنت لي رؤيتي الخاصة وليست بخصوصية في وقت هو أمن قومي مصر. نعم. ولكنها معلومة بحطها قدام حضرتك. نعم. كصاحب قرار رؤيتك واسعة، شايف اللي أنا مش شايفه، قدامك الخريطة كاملة، عندي معلومة بحطها بوضوح وبقول حلها وبناء على معلومات. أما أجي أقول لحضرتك تهجير، أنا الشعب السيناوي له سمات محددة، له طباع محددة، له أسس انزح حياته وما تجيش جنبها وما تناقشهاش. يعني في رأي حضرتك ان التوصيف اصلا كان خطأ طبعاً، اللي تناولته بعض وسائل الاعلام وعمل مشكلة، لكن هو الصح في الحياة الان والصح عموما هو اجلاء طوعي مؤقت. شوف الكلام بقى اللي بتقوله والمحدد ده. ما جيش انا النهاردة مع انسان، مهم انا اعرف ناس في سيناء وكثيرين ومنهم مليونيرات لهم مصانع في مصر في القاهرة، نعم، واملاك وكل حقوق في الاسماعيلية و انما
وجود سينا وهو فيها بطبيعتها ببيته بأرضيته دي شيء ما تنزعوش منه، ما تجيش جنبه تقول له أهجرك، وبعدين تضرب له مثلا وتقول له قوم ايه المشكله، ما احنا هجرنا ثلاث مدن بورسعيد واسماعيليه وسويس. لا، العدو اللي كان بيضربهم انا مش عدو. العدو المجرم اللي جواك ده بيضربك وانا عايز احميك. ايوه بس مش دي. نمره اتنين، لو انا بتكلم على اجلاء ترحيل اخلاء مسافه محدوده عرضيه اللي هي في ال 14 كيلو و600 متر اللي فيها الانفاق، برجع لورا عشان تبقى مسافه امنه. وقبل ما اقول لحضرتك من فضلك اتفضل، عملت لك بيت تم قبل كده 18 اسره اتنقلت في بيت كما بيتهم وافضل، وما راحش بعيد عن مكانه ولا عن بيئته ولا جيت جنب طباعه. انما ان انا اتكلم خطا واقول من رفح لغايه العريش او الشيخ زويد المنطقه دي بالعمق شالها. حضرتك في فاصل سريع ونعود لنستكمل هذا الحوار القيم مع سياده اللواء محمود زاهر، فقط ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد، كنا بنتابع من لحظات قبل ما نطلع لفاصل، غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع كانت بتتقدم بخالص العزاء للشهداء، وكانت بتقول البيان المتعلق بأن كل إيد واحدة في مواجهة الإرهاب اللي بيواجه مصر في الوقت الحالي. سيادة اللواء، يعني قبل ما أرجع، حضرتك شايف أن هذه البيانات تؤدي دورها اللي المفترض ان هو يوصل للمواطن، ولا مش شايف ان هو ممكن توصل بالشكل ده؟ يا اخي انا بخاف من ذكائك بسرعه هتنقلني. طب بص يا استاذ شريف، عندنا حاجتين في النقطه دي. اذا كانت مشاركه حضرتك والاخر و و و وانا اخر واحد فيهم مشاركه عمليه حقيقيه مستبصره تدي دعم، هذا هو المطلوب. وهذه هي التكامليه المصريه المطلوبه في كل وقت ودلوقتي بالذات. اما اذا كان الامر هي ان انا بعمل الحكايه بقى، انا اسف في اللفظ اللي هقوله ده، انا ما بحبوش اعملها يعني مناحه. لا، لازم نعرف احساسنا بالشهيد ما حدش يحسه قدنا، عارفينه كويس قوي قوي. انما لازم نعرف ان احنا واحنا كان زميلي وحبيبي اللي عشت معاه اكتر من اهلي بيقع جنبي وبمشي لقدام. مصر لازم تبقى فيها الروح دي دلوقتي. التحدي اللي كنا من شويه بنتكلم عليه ما نوقفش. هذا ليس فيه قله من الاحترام لمحادث، بقول لحضرتك احنا اولى الناس بهذا الاحساس ونشعر بشعور الاهالي ومعاهم. حتى ما باجي اقول نعزيهم، احنا بنعزي نفسنا كلنا. خلينا نتعلم ازاي نجابه. طيب في المسلسل الارهابي السيء اللي احنا بنعيشه، اللي يتابع السيناريو يشوف ان هم يسكتوا 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 ويطلعوا بعمليه ارهابيه في توقيت محدد تثير الكثير من علامات الاستفهام، زي الهجره النبويه الشريفه، وتصيب اكبر قدر من الخسائر، ثم بعد كده تقوم القوات المسلحه والداخليه بعمليات تمشيط واسعه وهدم وضرب للبؤر الارهابيه في ظل سكوت تقريبا، ونبدا احنا نهدى، ثم بعد ذلك يجوا تاني يقوموا عاملين نفس الحركة. المسلسل السيناريو ده متى ينتهي؟ بس هجيبه واكمل. طيب فضل. قلت عرضيا في ال 14 كيلو 600 متر ما عنديش مشكلة خالص، وما يأثرش في الطبيعة البدوية ولا الصحراوية ولا الأعراب. مش ممكن يجي واحد كده واحنا قاعدين يقول طب ما ممكن يمدوا الأنفاق 5 6 كيلو كمان؟ يا سيدي انا النفق عندي، وسبق قلته، لو عايز ادمره عندي من القوه الامكانيه اللوجستيه الهندسيه ادمر النفق بالكامل. النفق ممتد 6 كيلو 7 كيلو تحت غزه، اهد غزه يبقى غلط. احنا ناس اخلاقيين وعندنا قيمه وفاهمين بنعمل ايه. رغم اللي امامي احيانا ما يستاهلش هذه القيمه، انما انا براعي من هو يستحق ده، نساء رجال شباب أطفال محترمين عرب مسلمين بعتبرهم مني. أنا بتعامل كقوات مسلحة بأسلوب قيمي عالي، وده بيكتف إيدي إن أنا مش أحيد عنه، ولما بضرب بشدة جدا. وأعلم ده وأتمكن من ده وعندي ده،
ولما بناقش قضية زي دي احنا بنقول ما يجعل كل واحد يحط لسانه ببقه، ان احنا عندنا العلم بكل الامور. العمق لا ما بهجرش، اخد بديل لازم يكون عندي نقطة معينة هقول لحضرتك انا هننتقل لزمن قد كده ايا كان الزمن، بس تبقى عارفه. اقوم اغطي على ان كل حساسياتك موجودة بزمن بس، لان في حالة امن قوم. طيب انت تمسكت وانا في حالة امن قومي قهري، خلاص والله يا محمود انت متمسك، انا مديت ايدي اطلعك من الخطر اللي موجود وانضف وارجعك. انت عايز تكون موجود وبتقولي لا ده انا هبقى شريك لك كمان جوه، يبقى انا وانت نتحملها سوا، ورغم ذلك هحميك بكل طاقتي، خلاص، ويبقى الحل موجود. اما تهجير كلمة لا تقال، لابد ان احنا نعرف البيئة اللي بنتكلم فيها. تمام. فيما يتعلق بالقضاء العسكري، بعض الناس بعض الاصوات طلعت تقول ما اصل هم هيبقوا مدنيين وممكن يبقوا ابرياء وممكن يتاخد الحابل بالنابل ويتحكم قدام قضاء عسكري، لا ده ممكن يبقى ضد الدستور. تعالى يا استاذ شريف، ما جيش انا واخ واقول لك اصل حقوق الانسان وانا زي حضرتك وانا افهم في الاعلام اكتر منك وانا ممكن اقدم البرنامج مش عارف ايه، اصل حقوق الانسان مشاعه، لا الديمقراطيه بتقول انا اخش اي السياحه دي نبطلها، نفهم كل حاجه في اطارها ونفهم ان كل كلمه من دي لها شق سياسي قاتل، وخاصه موجه للمنطقه ولنا خاصه. نفهم ده. يبقى انا لما اجي اقول النهارده القضاء العسكري، القضاء العسكري، خد بال حضرتك من الالفاظ، موجوده عندي من امتى؟ من ال 1800. مظبوط. خلاص؟ ده قضاء ماشي جنب القضاء العادي ومحدد، ما تجيش جنب اطار عسكري، لا فرض ولا معده ولا مكان ولا مؤسسه ولا ولا ولا. طيب احنا ميلنا الامر شويه في اطار بتحتضن موجه، كل واحد فيها عمل زعيم، وكل مش عايز اقول كلام زياده عن كده، وكان لازم من العقل والحكمه تلم الامر. انا النهارده في وضع لازم ارجع الامور لاصولها. ايوه لازم القضاء العسكري يشتغل. ما تقوليش واحد قتل وتجيب لي صوره ليل في نهار انه قاتل، مش عايز اقول الفاظ مش مظبوطه، وتيجي تقول لي قاعد في السجن متمتع واصل لسه هنحكم ونشوف ونودي ونجيب. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال ان انا النهارده وانا بحارب وانا اللي بحارب كقوات مسلحه وقدامي واحد بيقتلني الله، وتقول لي احكمه قضائيا وادي له مده واستئناف وثلاث درجات ودرجتين وهعمل له محاكم خاصه وانا كنت صاحب هذا الراي واتعمل وتم دعمه، بدل السته بقوا تسعه وبقوا كده، ولكن السيستم واحد. ما ينفعش. لا لازم نكون واقعيين، واذا كنا هنتكلم سياسه يبقى كل واحد فاهم السياسه يتكلم في حدود السياسه بمقياس امن القوم. تمام. اللي يليق عليا ما يليقش على غيري. تمام. واللي يليق لغيري ما يليقش عليا. مظبوط. لا قضاء عسكري لازم انا معاه، وفي هذه الحالات بالذات. هي كده ولا مش كده؟ هيبقى رادع بالنسبة لهم. يعني أنا هتكلم في النقطتين دول، النقطة ديت اللي هي بتاعة الإجلاء المؤقت الطوعي بالإضافة للقضاء العسكري، ده شيء يرهبهم، يرهب الإجرام، كمية الإجرام ده، واحد هرب يعني جري من الضرب ده ومن الانفجار وحاول إن هو ياخد لنفسه ساتر، هشمه جمجمته. الناس ديت يعني دول ده بالنسبة لهم يهتهم. مثالين، مثال تاريخي ومثال فكري حقيقي. مثال تاريخي، لما اتضرب نار على الراحل الزعيم عبد الناصر في المنشيه، وسته طارت رقبتهم في ما فيش ايام، راحوا فين؟ ما دخلوا الجحور زي الفراخ. مش كده؟ هنقول غلط صح؟ انا بضرب المثال. نعم. لاجابه مباشره على حضرتك. دخلوا الجحور زي الفراخ. لما السادات قال نوازن واطلعوا، عضعضوا بلسانهم وايديهم ونيابهم. لما بنقول ديمقراطية وصلت لنار وهنخليها دم للركب، الله، ما نفهم اللي قدامنا مين. تمام. ده مثال مفهوم. وصلت. الجدار العازل، لا دي مسألة خد بال حضرتك انا هتكلف فيها كقوات مسلحة ومصر، وعلشان نفهم سياقها كمان، يعني نفهم ايه موضوعه ده وايه شكله. الجدار العازل انت بتعمل الفاصل، مع الاسف برضو بعيدها المرة التانية، بيني وبين اخويا اللي واقف معاه وبعمل له قضيته الحقيقيه، ومش ليه لانها قضيه عربيه واسلاميه، وقضيتي انا امن قومي. نعم. عشان نبقى واضحين. وتجيب الارهاب تشيله من جذوره. ان تبقى في حاجه اسمها فلسطين كدوله حتى لو منزوعه السلاح في البدايه. خد خطوات. عندي تجار.
النهارده كان الحدث ده اما حصل وطلع رئيس الدوله قال لك هناك قصه طويله دوليه مظبوط وشيء بديهي وهو صرح بيه. لا نقف بقى وقفه حقيقيه لان انا اللي عايزه البيت يحرم على الجامع. حتى لو طبعا مش هقاطع الجامع انما يعني المثل واضح. نعم خلاص لا انا جدار بعمله وله عمق معين وله تأثير وله حماية وله ردع بطرق كثيرة فنية. هيقضي ردع بطرق كثيرة فنية للأنفاق اللي هي الفاصل 14 كيلو و600 متر لأنه بيفصل يعني هو موجود بشكل معين صعب أنك أنت تختلط بالظبط كده وأقدر أركب عليه بقى حساسات أرضية وإذا حصل وحاولت يتم مراقبة ده بالظبط كده هيبقى في إيدي بقى عندي أجهزة خلاص وهبقى عارف وما عادش أدادي وطبطب وهيبقى هو معبر واحد والكنترول عندي بتاعي والجهة بتاعتك انت حر فيها ويبقى نشوف بعض ونفهم هي انا ماشي في سكتي مش هقف ومش عشان انت جزء مش مظبوط هقف في قضيتي قضية فلسطين كدولة قضية مصرية مش هقول عربية ولا قضية مصرية وبأحارب من اجلها ومن اجل ان انا مشيت فيها خطوات شديدة وحسيسة ومحترمة وتمت هنا عندي في القاهرة لا هعمل الجدار بتطالب بايه سياده اللواء؟ ان قطاع غزه يسلم الهربانين من قيادات جماعه الاخوان على سبيل المثال واحد من الاسماء المتورطه اللي سمعناها في التحريات الامنيه محمود عزت على ما اذكر الهارب في قطاع غزه هو واحد من مول وادار هذه العمليه او شارك فيها طبقا لما ورد الينا حتى الان من تحريات امنيه بتطالب ان هم يسلموهم؟ شوف النهارده استاذ شريف معاملات الدول لها بروتوكول وله محورين برضه لان كل الحاجات في الاعمال بتبقى ثنائيات. محور جدي حقيقي واضح سليم وهذا محور الصداقه والتعاون والمشاركه وهذا اللي ياتي بالتكامليه اللي تاتي باعمار الارض بما ينفع الناس او ما نسميه حديثا بالنماء والقصه اللي بنقولها دي. ومحور آخر هو أن احنا بنمثل الصداقة وكل منا بينتظر للآخر كبوة وهو شريك فيها وده الجزء الكبير حاليا في السياسة الدولية والعالمية وبشهود ما يحدث في المنطقة بين سوريا والعراق قايم على هذا الكلام. ما يحدث على الجزء الأولاني احنا بنتممه بيننا وبين الجزائر وبيننا وبين السعودية وبيننا وبين الإمارات وبنمتد الأبعد من هذا وباب مصر مفتوح للأمن القومي العربي والأمن القومي الإسلامي وللكلمة اللي بيقولوها ومش فاهمينها السلام والأمن الاجتماعي الدولي. تمام يعني فأنا فاضل لي دقيقة ونص. لا القعدة معاك والله دي معايا زي الله يخلي حضرتك. فاضل لنا نقطة حظر التجوال. حظر التجوال أولا هو ده موجود وفي القانون وفي الدستور وله زمن محدد وبيعطي الفرصة هختصرها لك قوي. في سيناء كان التوقيت الوحيد اللي بيتم فيه تجهيز العبوات والخروج ليلا واستخدام الارض وطبيعتها الطبوغرافيه وزرع العبوات واقعد بعيد استنى الصيد هيصيد ولا ما يصيدش يصيب مره الحساسات تجيبه ونكتشفه تيجي المصادفه عربيه تركن جنبه وهلل ان انا عملت قصه يبقى انا هنا حته ان انا ازرع او أضع هذا الكلام الحظر بيجيبه من الساعة 5 مغيب الشمس أقعده في بيته هتخرج يبقى لك حساب لك حساب خارج وأثبت أن ده يعني ما فيش فيه أي إجرام هياخد عقاب مجرم خلاص هو حر بقى هو عارف مصيره طب الجزء الثاني كانت الاجتماعات الأساسية في التنظيم نعمل أو نترك أو استقبال الدعم اللوجستي سواء كان هوائي أو كان بمراسلات أو بي كان بيتم في فترة الليل يبقى أنا محكومه في الليل ونظف بالنهار وأنا عندي خطوات ريح له فيها ومنظمة وتصاعدية حسب اللي حاصل دلوقتي تصاعدية دون حتى ترحيل تصاعدية ولا قدرتها يبقى تبدي بتديني فرصة بتديني أنا فرصة عشان أدي فرصة للناس إنهم يعيشوا في أمان. بشكر حضرتك شكرا جزيلا لواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي والعسكري في توضيحه لتداعيات هذا الحادث الإرهابي والخطة اللي تم وضعها والإجراءات اللي تم اتخاذها. بشكر حضرتك على وجودك معنا سيادة. شكرا فضلك يا فندم. شكرا. كما أشكركم أيضا مشاهدين على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج الحياة الآن تحياتي وفريق البرنامج إلى اللقاء.